قال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة إن قطع بلاده علاقاتها مع المغرب لا يحتمل وساطات لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا، وأكد في تصريحات نقلها التلفزيون الجزائري أن موضوع قطع العلاقات مع المغرب ليس فيه وساطة بغض النظر عن الجهة التي ربطت بها أجهزة إعلامية الفكرة، مضيفا أن قطع العلاقات الدبلوماسية جاء لأسباب قوية وليحمل الطرف الذي أوصل العلاقات لهذا المستوى السيء المسؤولية كاملة. وكانت وسائل إعلام مغربية نقلت عن مصادر لم تسمها قولها أن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للجزائر تناولت خارطة طريق للمصالحة بين الرباط والجزائر، ويشار إلى أن زيارة الوزير السعودي جاءت بمناسبة انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين الخميس بالعاصمة الجزائرية والتي ترأسها مناصفة مع العمامرة. مشاهدينا للمزيد أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد محمد فنيش الكاتب والإعلامي المغربي. أرحب بك سيد محمد، لماذا ترفض الجزائر أي وساطة لحل الأزمة مع المغرب؟ والله يا الأستاذ زياد استغربنا كإعلاميين وكمتتبعين لتصريح وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة. لماذا؟ لأنه هذا التصريح يمكن أن يصدر عن وزير المشاكل، لكن وزير الخارجية وزير يظهر على لغة الدبلوماسية المفروض، يعني المناسبة شرط. أي ما هي مناسبة هذا التصريح؟ الوضع مثلا صحيح أنه هناك تشنج، لكن يعود إلى فترة قديمة قررت فيها الجزائر قطع العلاقات من جانب واحد. المغرب دائما ظل مغرب دولة الأمة يمد اليد للجزائر، يراعي كثير من الاعتبارات يمكن للنظام الجزائري، وعلى الأقل حتى لا نعمم نقول جزء من النظام الجزائري لا يريد لهذه الاعتبارات أن تكون قائمة. نحن المغرب والجزائر شعبين شقيقين تمتد علاقاتهما لقرون من الزمن، شعوب تجمعهم نفس الهوية، نفس الثقافة، نفس اللغة، نفس العرق، يعني جميع النقاط مشتركة. إذا ما تحركت بين الحدود المغربية والجزائرية من الصعب أن تفصل بين المغربي والجزائري، ويأتي البعض يضرب بكل هذه الاعتبارات عرض الحائط ناهيك عن الخلافات الإقليمية وعن الواقع والتغيرات الدولية التي تفرض على الدول العربية سواء على مستوى الحدود أن تكون دول متحدة، تفرض على الجامعة العربية أن تكون قوة إقليمية، تفرض على مجلس التعاون الخليجي أن يكون دولة إقليمية، يعني مؤسسة إقليمية تدافع عن وحدة هذه الشعوب التي باتت اليوم منهكة، وما يقع عالميا يدق ناقوس الخطر. للأسف النظام الجزائري الحديث القديم، نتحدث عن نظام عبد المجيد تبون، منذ مجيئه كانت دائما التصريحات تصب على الزيت على النار. بعكس ذلك المغرب دائما ما تجنب هذا الأمر. لو عديد الأمور علل بها النظام الجزائري بأن المغرب مثلا يدعم استقلال القبائل أو هدد بذلك. كنت سأسألك ما هي هذه الأسباب القوية التي تحدث عنها العمامرة التي تدفعه إلى هذا الموقف الذي لا عودة عنه؟ أولا حجة الجزائر أن المغرب يدعم القبائل وهذا الوضع غير صحيح. المغرب ماذا يقوم؟ يقوم بتصريحات بردة فعل عندما تتمادى الجزائر في تصريحاته. لكن دعنا نضع كفة المقارنة، لدينا مثلا القبائل يطالبون بالانفصال، هم حركة هذا شأن داخلي جزائري قد يصحح بالمستقبل قد لا يصحح، هذا أمر يعني الجزائر. بالمقابل لدينا البوليساريو التي أنشأتها الجزائر، تدعمها الجزائر بالسلاح بالرصاص. البوليساريو أصدرت أكثر من 500 بيان تقول فيها أنها وجهت أسلحة وقذائف وقصف للنظام المغربي وللدولة المغربية وللأمة المغربية وللشعب المغربي، وهذا الأمر عاري عن الصحة، وغطينا المنطقة إعلاميا ولاحظنا أن الوضع غير صحيح. لكن إذا ما كان العكس، إذا ما كان مثلا المغرب لديه حركة القبائل في وجدة وتقوم بمثلا تهديدات وإصدار بيانات عسكرية تجاه الجزائر، أنا ذاك ما كيف ستكون ردة فعل الجزائر؟ لنقبل أن هناك حرب الرمال لعام 1963 ولديها عقدتها، مثلا لا يريد النظام الجزائري أن يتصالح مع ذاته، استعمرته فرنسا أكثر من قرن من الزمن، لماذا لا يأخذ موقف من فرنسا؟ استعمرته العثمانيون
لقرن من الزمن، لماذا لا يأخذ موقف من تركيا مثلا؟ إذن الحجة الأخرى دعم الحركات التحررية، الباسك مثلا تطلب الانفصال من إسبانيا، الكاتالونيا تطلب الانفصال من إسبانيا. هل تستطيع الجزائر أو يستطيع النظام الجزائري أن يفتح فمه اتجاه دعم حركة انفصالية في أوروبا مثلا في إسبانيا وفرنسا؟ بالتالي هذا الخطاب التقليدي العدواني الهش تجاوزه الزمن. اليوم الشعوب وحدتها مواقع التواصل الاجتماعي، فكيف يمكن للأنظمة أن تقوم بشرخ بين الشعوب، خاصة نتحدث عن نظام الجزائر. طيب، فقط للتوضيح، تحدثت عن استعمار عثماني، العثمانيون لم يكونوا مستعمرين في أي حال من الأحوال. على كل حال دعنا نشك، كانت الجزائر تحت هذا النظام، هذا ما نقصد، ضمن دولة واحدة، دولة إسلامية، خلافة ضمن إسلامية. نعم. دعنا نشك معنا سيد بلال لوراري الإعلامي والسياسي الجزائري، ينضم إلي عبر الهاتف من الجزائر. ورحب بك سيد بلال. لماذا هذا الموقف الصلب والمبالغ فيه كما يرى البعض من قبل الجزائر حيال المصالحة أو حيال العلاقة مع المغرب، دولتان شقيقتان، تتعامل الجزائر مع المغرب وكأنها عدو، حتى يتحدث وزير الخارجية الجزائري بأنه لا يمكن الوساطة لا أمس ولا اليوم ولا غد؟ مساء الخير. هو كل ما في الأمر أنه ما قامت به في السنوات الأخيرة المفاوضات التي دائما اعتبرت أن الجزائر ليست طرف النزاع في هذه القضية بخصوص قضية الحرة الغربية، لكن كل الاستنتاجات التي خلصت بعد كل هذه الأطوار أنه للمخزن المغربي والمملكة المغربية لا محل لها من الإعراب في الإرادة الإيجابية للدفع بإخراج الحوار إلى أسسه المستقيمة، بدليل أن ما حدث في استعانة المملكة المغربية في النظام الصهيوني الإسرائيلي أيضا، واستضافة وتوقيع اتفاقيات عسكرية واتفاقيات شراكة على حساب كل مواثيق السلام الموجودة في دول المغرب العربي، وأيضا هو في حد ذاته إساءة لأواصر التعاون التي كانت مبنية منذ أجل. ولكن سيد بلال، قد يرد عليك أحدهم بأنه يعني هناك دول عربية مطبعة مع إسرائيل بل ومتزعمة لهذا التطبيع وعلاقاتها جيدة جدا مع الجزائر. أضف إلى ذلك بأنه هناك صور وفيديوهات شهيرة للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة التقى بوزير أو رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، وبالتالي لا أحد أفضل من أحد في هذا المجال. لا لا لا, لا يمكن ربط الحال بلقاء رئيس جمهورية سابق في ملتقى دولي في ملتقى عالمي لرؤساء العالم أن يلتقي ويتكلم مع وزير إسرائيلي، وبين أن يستضيف ملك مغربي أن يستضيف وزيرا للدفاع ويقوم بتطبيع العلاقات نكاية في دولة جارة. لا أحد يمكن أن يقوم بنكايات في ظهر الجزائر، لأن في نهاية المطاف الخطأ وقع من المغرب، والمغرب لم والدولة المغربية. يا سيدي، أنتم تتحدثون عن سيادة، عن دول كل دولة لها حرية في علاقاتها وفي سيادتها، ما مشكلة الجزائر حتى يعني مع رفضنا لأي شكل من أشكال التطبيع، ولكن ما مشكلة الجزائر في حال طبع المغرب أو طبع السودان أو طبعت الإمارات التي لها علاقات قوية مع الجزائر؟ يا أخي المغرب طبع وحاول إقحام إسرائيل في النزاع في
في الصحراء الغربية، لأنه هو في نهاية المطاف تقرير مصير، تقرير مصير شاب مستقل يعني منذ زمان، لا علاقة للجزائر بالأمر. وما لا بد من واشنطن، في واشنطن وقت الرئيس المنتهية عودتها المطرود دونالد ترامب كان في نهاية المطاف كان إساءة كبيرة جدا لتاريخ نظام المخزن المغربي. طيب سأعود إليك سيد بلال، سيد محمد فنيش، سمعت هذا الكلام، هذه المؤاخذات الجزائرية على المغرب، ما ردك؟ أولا أتمنى للسيد بلال أن يكون من ذاك المتتبع للشأن المغاربي والذي يدافع عن وحدة المنطقة المغاربية، بدل أن يكرر أسطوانة مشروخة التاريخ سيحكمه على أي كان. قال بأنه الصحراء سماها الصحراء المغربية الغربية ونحن نسميها الصحراء المغربية، وأنا مغربي وصحراوي مغربي كذلك واعتز بذلك. لم تكن مستقلة يوما من الأيام، عندما استعمر الاستعمار الإسباني شمال المغرب وجنوبه، غادر من الشمال وغادر من الجنوب وبقية المملكة المغربية قائمة. عندما كانت دولة المرابطين التي كانت الجزائر جزء منها، كانت عاصمتها مراكش، لا يمكن اليوم أن نقول أن الجزائر جزء من المغرب، الجزائر دولة مستقلة. ونحن لا نريد لهذا الإعلام الذي يؤجج ويدعم التشتيت والانفصام والشرخ بين المغرب والجزائر أن يستمر إلى هذه اللغة. لابد للرئيس الجزائري أن يكون لديه مستشارين، بعبارة مستشارين دبلوماسيين يحافظون على الأقل على شعرة معاوية، إن لم يحافظوا على التاريخ القوي بين المغرب والجزائر. نتحدث عن تاريخ عبد القادر الجزائري، الأمير عبد القادر الجزائري والمغفور له الملك محمد الخامس في فترة الاستعمار. إذا ما اليوم مثلا أصبحت هناك أزمة استقرار في المغرب والجزائر، تلقائيا سيصبح التوحد سيد الموقف، وبالتالي في ظل هذا الاستقرار القائم على من يعطون الاستشارة للنظام الجزائري أن يركزوا على النقاط الإيجابية. نقطة أخرى عبارة استعملها، قال أن الدولة المغربية والنظام المغربي لا محل له من الإعراب في الجانب الإيجابي، وتحفظ على هذه الكلمة التي قال وأتمنى أن يسحبها. لماذا؟ لأن المغرب صحيح لا محل له من الإعراب، لأنه ليس جملة عربية مهضومة. المغرب محله في التاريخ، في القوة، في مد اليد، مد اليد للجزائر بفتح الحدود، كرر مد اليد للجزائر بالحفاظ على الوحدة وعلى التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني. ما يقع اليوم في جنوب ليبيا، ما يقع اليوم في مالي، ما يقع من تحديات، على الجزائر أن تنتبه إلى ما يقع وأن توحد المنطقة، سواء مع المغرب، مع تونس، مع ليبيا، مع مصر، مع موريتانيا، وأن تكون هناك قوة إقليمية. ولا أريد أن أذكره بالتقارير الاقتصادية التي قالت أن المغرب والجزائر إذا ما تعاون اقتصاديا سيكونا أكبر قوة اقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. طيب هذه نقطة هامة سيد بلال، يعني هو شعب واحد في دولتان، وإذا ما توحدا أو تعاونا ستكون قوة اقتصادية كبيرة. لماذا الجزائر، يعني البعض يرى حقيقة بأنه نتيجة الأزمات المتلاحقة السياسية التي يعيشها النظام الجزائري، فهو يحرص على تصدير هذه الأزمة الداخلية إلى الخارج، وليس هناك أفضل من المغرب لكي يصدر له هذه الأزمة. أقول لك يا أستاذ أن الشاهد وذاكر أنه في يوم من الأيام كان رئيس الجمهورية الحالي عبد المجيد تكون في ملعب 5 جويلية، وحينها توج فريق جزائري لكرة القدم اسمه شباب بلوزداد بالبطولة، وصعد مدرب شهير في المغرب في المنتخب المغربي هو بادو الزاكي، صعد ليتسلم ميداليته. وكان آنذاك هذا الرئيس الحالي عبد المجيد تبون كان رئيسا للحكومة، استقبل تبون في تلك المنصة السيد بادو الزاكي وقال له بادو الزاكي أتمنى أن تفتح الحدود بين الجزائر والمغرب، فضرب على كتفه الرئيس تبون بهمة كبيرة لتعرف أن الرئيس تبون كيف يحب العلاقات الجزائرية المغربية، وأن الخطأ ليس من الجزائر، وأن تهور النظام المخزن المغربي
في محاولة صب الزيت على النار كما قلت في تلك الفترة الحساسة الحاسمة، يعني حاول أن يعمل كما يقال بالمثل الجزائري شونتاج أو محاولة ابتزاز للاستعانة بنظام إسرائيلي قاتل وفتاك ومجرم أن يستعين به وأن يدخله إلى دوامة. شكرا لك سيد بلال. للأسف المتاجر يعني لا أريد أن أستخدم، ولكن يعني الصعود على دائما القضية الفلسطينية من أجل مآرب أخرى، هذا تستخدمه الكثير من الأنظمة للأسف. على كل حال أشكرك جزيلا سيد بلال لوراري الإعلامي والسياسي الجزائري، كنت معي عبر الهاتف من الجزائر، ونتمنى أن تنتهي هذه الخلافات التي بالمناسبة هي ليست خلافات شعبية، هما شعب واحد، وإنما هي خلافات رسمية بين أنظمة، وهذا حال كل الدول العربية للأسف. كما أشكر ضيفي هنا في الاستوديو سيد محمد فنيش الكاتب والإعلامي المغربي، شكرا لك على حضورك معنا.